التاسع من رمضان. في التاسع من رمضان من عام 2011 شارك عدد من النواب الكويتيين في مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة مشرف أمام السفارة السورية، وذلك احتجاجاً على النظام السوري، مطالبين بطرد السفير السوري من الكويت بسبب قمع وقتل المتظاهرين في سوريا. وقد أكد عدد من النواب في خطاب جماهيري أعقب المسيرة أن أهل الشام يصنعون نصراً قادماً مقابل إعلان امتداد الدولة الصفوية، كما طلب وزير الخارجية الكويتي بالاستجابة لمطالبهم بطرد السفير السوري ومغادرة البلاد الليلة. في التاسع من رمضان من العام نفسه، ونقلاً عن مواقع دولية وسورية، تم العثور على وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب أمس مقتولاً في منزله. يذكر أن اللواء المقتول كان قد أقاله بشار الأسد من منصبه وعين العماد أول داود راجحة بدلاً عنه. يذكر أنه قد ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن انقسام داخل بنية الطائفة العلوية الحاكمة واحتمال لانقلاب العلويين على نظام الحكم، وتجدر الإشارة إلى أن عائلة حبيب تعتبر أكبر من عائلة الأسد داخل الطائفة العلوية. في التاسع من رمضان من العام نفسه، قتل 30 مدنياً سورياً على الأقل برصاص قوات الأمن والجيش في عدة مدن وبلدات بأنحاء البلاد، وقد كان من بين القتلى 8 أطفال. كما نفذ الجيش عملية دهم واعتقال واسعة في مدينة دير الزور شرقاً وإدلب شمالاً وريف حما وحمص وسط سوريا، وقد سقط معظم الأطفال في بلدة طيبة الإمام بريف حما الواقعة على بعد 5 كيلومترات من مدينة حما، 3 من عائلة واحدة برصاص قناصة انتشروا على الأبنية العالية في البلدة. في التاسع من رمضان من العام نفسه، أعلنت بعض الدول العربية رفضها للعملة السورية المطبوعة عليها صورة الرئيس حافظ الأسد، منها البنوك اللبنانية لم تعد تصرف فئة الألف، وهي أعلى فئة من فئات العملة السورية نتيجة التخوفات من سقوط النظام السوري، مما يعني أوتوماتيكياً سقوط جميع العملات التي عليها رموز من النظام السابق. وفي الوقت نفسه لم تعد السفارة السورية تقبل الدولار أو عملة الدولة المتواجدة بها لدفع رسوم معاملة المغتربين السوريين، وأنها تطلب بدلاً منها الليرة السورية حصراً. في التاسع من رمضان من عام 2012، وفي خضم الاضطرابات التي تعصف بسوريا مع تقدم الثوار في جبهتي دمشق وحلب، رفرف العلم الكردي فوق بعض البلدات والمدن في شمال سوريا دون أن يسترعي ذلك انتباه كثير من الناس، لكن تركيا التي تصارع التمرد المسلح من بعض أكرادها تنبهت لما يجري في تلك المناطق، وخاصة بعد إعلان القيادي من مجلس الشعب الكردستاني المقيم في تركيا برزان إيسو أن القوات الكردية المتحدة حررت مدن كوباني وعفرين ودرك وعمودة بشمال سوريا. وجدير بالذكر أن زعماء الطائفة الكردية البالغ عددها 2 مليون نسمة والتي تمثل 10% تقريباً من سكان سوريا قد بدأوا مؤخراً بالتخلي عن موقف المتفرج ليطلعوا بدور في الانتفاضة السورية، ولكن بما يخدم مصالح الطائفة وتطلعاتها. في التاسع من رمضان من العام نفسه، قالت روسيا السبت إنها لن تتعاون مع عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا التي تقضي بتفتيش الدول الأعضاء بالاتحاد السفن التي تشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى سوريا، وذلك في تحد من شأنه أن يثير غضب الغرب. وقد كانت حكومة الاتحاد الأوروبي قد وافقت على العقوبات الجديدة في محاولة لمنع وصول الأسلحة إلى سوريا، حيث أودت أعمال العنف المستمرة منذ 16 شهراً بحياة أكثر من 18,000 حسب بعض التقديرات، حيث حمل الغرب الحكومة السورية المسؤولة عن معظم أعمال العنف، لكن روسيا أجهضت الجهود لتهديد الحكومة السورية بعقوبات من مجلس الأمن
مؤكدة على لسان الرئيس الروسي بوتين أن موسكو لا تمد سوريا بأسلحة يمكن استخدامها في الحرب الأهلية. في 9 من رمضان من العام نفسه، قامت إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أوروبا بوضع العلم الذي تستخدمه المعارضة كعلم للثورة بدلا من العلم السوري، كما شارك بعض موظفيها في المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام السوري. وقد أكد رئيس البعثة أنه ينظر إلى السوريين جميعا بمنظار واحد، لا فرق لديه بين مؤيد ومعارض أبدا، لأن جميعهم سوريون ينتمون إلى وطن واحد. كما أكد أن البعثة ستبقى مفتوحة لكل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم ومشاربهم وأهوائهم إزاء ما يحصل في سوريا، وأن الجميع مرحب به. في 9 من رمضان من عام 2013، رفعت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تدعوها إلى العمل على ضمان أمن سكانها، وذلك عقب تعرض دورية عسكرية في جنوب هضبة الجولان لإطلاق نار، مهددة أنها لن تكون قادرة على الحفاظ على سياسة ضبط النفس، وأنها ستواصل الإصرار على حقها في الدفاع عن النفس. ويذكر أن المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل كانت قد شهدت معارك بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، وقد تكررت حوادث إطلاق النار وسقوط الصواريخ إلى داخل إسرائيل. في 9 من رمضان من العام نفسه، قالت صحيفة محلية سورية إن ثروة سوريا النفطية تسرق وتستنزف وتعطل، وأن أرقام الخسائر تزداد يوماً بعد آخر في وقت ترتفع فيه فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي تتراوح شهرياً بين 500 إلى 300 مليون دولار بتباين بين الصيف والشتاء، كما بلغت خسائر الإنتاج المباشر للنفط والغاز بلغت 69.4 مليار ليرة موزعة بين نفط وغاز مسروق ومهدور بالحرق. أما عن الخسائر غير المباشرة لإنتاج النفط والغاز فقد تجاوزت 1 تريليون ليرة سورية، وهذه ناتجة عن تأجيل إنتاج النفط ونقله. جدير بالذكر أن الأرقام التي ذكرت لا تشمل خسائر شركة محروقات ومؤسسة الجيولوجيا وبقية الشركات التي تتعامل مع المشتقات والثروات المعدنية، وإنما يقتصر الرقم على إنتاج النفط والغاز.